نحن علاش درنا هذا المجموعة والترشيح على أساس أننا نتخذوا وسائل وقائية باش نصبص من مصبوص في مصبوغ المدن الأخرى. بالنسبة لنا بالنسبة لهم بالنسبة يعني عادي ماشي يعني ماشي واحد الرقم اللي كيخلع ولا شي حاجة، ولهذا ما تيعنيش بأن راه هذاك الرقم ما غاديش يقدر يزيد ولا شي حاجة. داكشي باش خصنا حنا نديرو احتياطات وتاخذوا المسائل الوقائية. بالنسبة للأستاذ قال كيفاش يعني الخصوصية نتاع العرايس وتنتصر تاسد، حنا تقريبا الحالة اللي عندنا أستاذ عندنا غير في ديك المناطق الشعبية اللي فيها الاقتضاء. هنا فين تيكون عندنا نسبة سميتو مرتفعة تاع الأسود، وخاصة هذاك السكن العشوائي والمناطق اللي تيكون فيها الزحام والمناطق. نعطيك أنا غير مثال غير إكزومبل، المغرب الجديد هذه تقريبا دابا 5 سنوات عندنا 2 حالات في المغرب الجديد، 5 سنين عندنا 2 حالات، علاش؟ لحقاش الفضاء، الفضاء راه كشي اللي باين، يعني كاين متنفس، كاين غابة، كاين مكاينش هذاك، لأن الحالات فين كيكتبوا؟ ملي تكون هذاك الازدحام وكول الأماكن ما كاين يعني ما كاين فيها الشمس، ما كيضربش فيها الهواء، وهذاك الشيء تما في هذاك الميكروب فين سميتو كينشط وكيلقى ضحايا ديالو اللي كيصيبو. شنو كاين أستاذ؟ بالرياضة، الرياضة لا الرياضة من غير داك السؤال هذيك راه هذاك البرنامج راه أي واحد كنصحو بالرياضة. الرياضة علاش؟ لحقاش أولا تتكون عنده المناعة مرتفعة، ثمانية تتكون عنده المناعة ديالو سميتو مرتفعة. والرياضة راه ماشي ضروري غير بالنسبة لداء السن ولا دارها، راه الإنسان تينصح بها راه من البداية ديالو حتى لآخر السن ديالو خصو يدير سميتو الرياضة.